السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار معاكم؟ ايجو ده ميجو فات فورمتك في البيت. ليه حطوا البيج رامي في اخر اللاين اب، في اخر الصف خالص، على الرغم ان هو جايب كونديشن محترمه جدا ومن اقوى الكونديشنز الموجوده على الستيج؟ ده اللي نعرفه في الفيديو بتاع النهارده. طيب خلينا نبص كده يا جماعة، يعني اللاين اب بصراحة مليء بالعمالقة. ديريك لانسفورد بصراحة عامل عظمة وعليه كونديشن رهيبة. يعني أنا كنت فاكر إن هو كمانه جاي من فئة ال 212 للأوبن ديفيجن، إن هو كده قشطة، يعني الكونديشن بتاعته مش هتبقى أحسن حاجة، بس الراجل واخد العين بطريقة مش ممكن. زي ما أنتم شايفين الكونديشن بتاعته في الجلوتس والهامسترينجز، الفي تيبر عنده وسطه قد كده، الراجل بياخد العين بطريقة أوفر. حتة إن هما بقى ليه مخلين رامي في الاخر خالص، انا شايف رايي الشخصي ان هم عاملين كده علشان السسبنس، علشان يبقى فيه شد وجذب، لان هم كانوا بيشفتوا اللعيبه برضو في الفئه ال 212. ما فيش لعيب كان بيثبت في مكان واحد، كل اللعيبه كانت بتروح وبتيجي. بس الغريب في الموضوع ان هنا زي ما هنشوف دلوقتي ان هم بيشفتوا كل اللعيبه، هم حتى مش هيحطوا البيج رامي في النص جنب ديريك لانسفورد ولا حتى هادي تشوبن. فالموضوع بصراحة غريب وفي أبعاد أنا مش فاهمها شخصيا. كان في معلقين كنت سمعتهم من شوية بيتكلموا، بيقولوا إن هم عايزين قصة نجاح لحد غير بيج رامي، لأن ديريك لانسفورد أكتر واحد بينطبق عليه القواعد ديت، إن هو طلع من فئة ال 212، فئة ال 212، وزن 212 باوند، وطلع بعد كده وجايب كثافة عضلية رهيبة وكونديشن هايل، فده بينطبق عليه الرولز وده المفروض ياخد مستر أولمبيا. هوفر إن أنا يا جماعة يعني لا بجد حرام، يعني جايب كونديشن من بيج رامي، بسم الله ما شاء الله، من أقوى الكونديشنز اللي أنا شايفها. ولا انتوا شايفين حاجة انا مش شايفها ولا ايه؟ بجد بص يا جدعان، الجلوتس والهامسترينجز ما شاء الله، الله اكبر. براندن كيري لا، مش ما عندوش الواو فاكتور خالص، في ناس احسن منه بكتير. ديريك لانسفورد يا جدعان، بسم الله ما شاء الله يا جدعان، بسم الله ما شاء الله. يعني ديريك لانسفورد اذا ما خدش اول هو هياخد تاني، الراجل بصراحة رهيب. هادي شوبان طبعا كالعادة، يعني زي ما انتم شايفين الكونديشن بتاعه رهيب. لا يا جدعان الرامي ناشف قوي يا جدعان، حرام يا جدعان، ليه حاطينه بعيد كده يا جدعان؟ حرام، ده نفسيته تتكسر والله، ده احنا المصريين بنتفرج عليه نفسيتنا. الله اكبر يا عم، نيك ووكر حلو وكل حاجة، بس لا في ناس أحسن منه. تريك لانسفورد حلو قوي في البوز ده، ورامي بسم الله ما شاء الله وهمي. الاندفجوال بوز بتاعه يا جماعة الفردي حاجة بسم الله ما شاء الله خيال. بص يا عم، بيشفتوا الناس كلها وسايبينه هو على على الحرف، حاجة تحرق المرارة. حتى سامسون توب 6، عندك ميشيل كريزو ما طلعش توب 6، عندك اسمه اندرو جاكت ما طلعش توب 6. بس غريبة قوي، لا يا جدعان حرام والله العظيم، المفروض تحطه في النص، حطوه في النص يا جماعة، انتوا بتهزروا. لا 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 انتوا بتهزروا، مفيش وان سنجل كومنت بصراحه على بيج رامي، بسم الله ما شاء الله يا جدعان. التام بتاعه اون بوينت، الفورنس اون بوينت، انا شايف ان هو اضخم كمان من السنه اللي فاتت. بص يا جدعان تفاصيل الجلوتس والهامسترينجز عنده، اكبر واحد على الستيج وكثافه عضليه هو بيج رامي. التفاصيل طبعا والديفينيشن عندك هادي، عندك ديريك لانسفورد، عندك بيج رامي، عندك اسمه ايه ده؟ نيك ووكر. براندن كيري لا، في الظهر انا ما بحبش ظهره بصراحه. حطوه في النص يا جدعان، حطوه في النص يا جدعان، حطوه في النص، ما تستهبلوش. ما شاء الله يا رامي، ما
دريك لانسفيلد يا جدعان قوي 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 يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. اوف وسط قد كده انا يستر والله، انا بجد انا مش فاهم حاجه. طب انتوا بتدوروا على ايه يعني؟ بتدوروا على ايه يعني؟ لو رامي الديفينيشن عنده والكونديشن والماسل ماس فهو عنده كل حاجه يعني، عارف لو هو معبي شويه بميه مثلا الحاجه كنت اقول لك اه. لما يتحط في الاخر خالص خامس سادس، لا انتوا بتهزروا. كلهم جامدين قوي يا جماعه ما شاء الله، كلهم جامدين قوي. انا متضايق على رامي. بص يا جدعان، هو في حاجات غريبه بتحصل ومحدش فاهم في ايه. هل ده فعلا سسبنس؟ هل هم مثلا بيعملوا كده علشان يبقى في شد وجذب؟ انا بجد مش عارف يعني. هتبقى كسره بصراحه جدا. انا شايف ان رامي عمل اللي عليه وزياده. كونديشن بصراحه ككبر يحط على ادخن تخين في اللاين اب ده كله. ككونديشن عندك هادي قوي جدا، عندك نيك ووكر، عندك اسمه ايه ده، ديريك لانسفورد. لا بره المنافسه خالص بصراحه براندن كيري، والاخراني ده برضو نفس الكلام. فخير يا جماعه، ان شاء الله هنعرف في الساعات المقبله ديت، وربنا ييسر الحال لدعواتكم.